بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة وحضراتكم طيبين، ويا ريت تكونوا قضيتوا أيام سعيدة الفترة اللي فاتت. احنا اتكلمنا المرة اللي فاتت كانت بدايتنا مع الجنرال اكزامينيشن، وخدنا المحاضرة كلها لمدة 50 دقيقة أو أكتر عن الجنرال كونديشن اوف ذا بيشنت هاو تو ايفالويت، وقلنا إن احنا عندنا 10 نقط، العشرة دي يو ماست فولفيلت قبل ما تقول انا عملت جنرال اكزامينيشن كامل. النهارده هنبتدي حاجه من اهم النقاط بتاعه جنرال اكزامينيشن، وهي الفايتال ساين. بعد ما خلصنا جنرال اكزامينيشن هنبتدي الفايتال ساين. قلنا ان الفايتال ساين اربع حاجات، عشان اقول لك ايه الفايتال ساين بتاع العيان: البلس، البلاد بريشر، التمبريتشر، الريسبيراتوري ريت. بعض الناس بيحبوا يزودوا حاجات زي الاكسجين ساتوريشن، وخصوصا في الايام دي، او الراندوم بلاد شوجر بتاع العيان. يعني الحاجتين دول ساعات ناس كتير بتعتبرهم فايتال ساين، وخصوصا لو كان العيان ديابيتك يبقى الراندوم بلاد جلوكوز من الحاجات المهمه جدا، ولو كان العيان ديسنيك او الاكسجين ساتوريشن من الحاجات المهمه جدا، من الناس كتير من الناس بيعتبروها فايتال ساين. خلينا نبتدي النهارده بالفايتال ساين، هنبتدي بالبلس. طبعا قبل ما نبتدي قلنا انا لما اكون رايح الامتحان كده الصبح اقول والله انا عايز، كواحد بيمتحن يعني انا ممتحن، والله انا عايز امتحن امتحان بسيط وسيمبل للطلبه، سواء بوست جراديويت او اندر جراديويت، والله انا عايز ايزي جنرال اكزامينيشن كويشن، حاجه بسيطه قوي. فانا بحب دايما هبتدي اقول لك ابتدي بالفايتال ساينز، مفيش اسهل من كده من وجهه نظر الممتحن. أصلا أنت لو ما تعرفش الفايتال ساين يبقى إحنا جايين نقول إيه بقى؟ مفيش حاجة تتقال أبسط من كده. بس للأسف عكس ما الستاف أو الممتحنين متخيلين إن الفايتال ساين دي أسهل حاجة، ولكن الديتيلز بتاعتها فيها صعوبة كبيرة، لأن أنا ببقى حاسس أو أنا مقتنع كإكزامينر إن أنت مطالب بكل الديتيلز بتاعت الفايتال ساين، وبتيجي من هنا صعوبة السؤال للطالب. الطالب بيبقى البلس يعني 70 بير مينت، لا ده الموضوع اكبر من كده بكتير قوي. قصدك يعني نزود ريجولاريتي مثلا؟ قال لك لا ده الموضوع اكبر من كده بكتير يا ابني، ده حاجه صعبه قوي. الموضوع مش زي ما انت متخيل، الموضوع محتاج عصير، انك تعصر مخك علشان السؤال ده، وان كان هو في ظاهره سؤال سهل جدا، ولكن to answer this question is very difficult، اللي هو الفايتال ساين. فنبتدي نقول اول نقطه بالنسبه لنا هي البلس. طيب البلس يعني ايه بلس؟ هو البلس ببساطه ان الدم اللي بيعدي في الارتريز بيعمل اكسبانشن للارتري، فكل اكسبانشنايه واحده من دول بتعبر عن دفقه دم جايه من القلب، فده بيبقى هو البلس. It is the rhythmic throbbing of the artery as blood is flow through them, typically felt in the wrist أو النك. يبقى ده هو تعريف البلس. هو ما حدش هيسألك السؤال ده، ولكن ده هو البيزكس بتاع الكلام. ايه هو البلس؟ هو دفقة الدم اللي بعدية في الارتري نتيجة انقباض عضلة القلب كاسيستول. حلو. انا لما اجي اقول لك اعمل لي ايفالويشن للبلس او اعمل لي فول كومنت للبلس بتاع العيان ده، لازم تحط في ذهنك انك انت لازم تحط ايدك على الاقل على 8 اماكن تو ايفالويت البلس. يعني اللي انت ما تمسكليش الراديال بس وتروح لي انا خلصت، يبقى انا عرفت قبل ما اسال حضرتك ان انت عندك ديفكت، انت شفت لي واحد من اصل 8 اماكن. يا نهار ابيض، يعني انا لو بعمل لك تقييم 1 من 8، من 1 لـ8 اديك 1 لانك شفت ارتري واحد بس. يا نهار ابيض، ده مصيبه، ده معقوله كده يا جماعه؟ مش للدرجه دي. لا، في بعض الناس بيبقى عندها هذا الفكر، فتكير احنا بنتكلم في حاجه خطيره جدا جدا، والميستيكس فيها فيتال في اي اكزام مهما كان مستواه، سواء من اندر جراديويت اب تو الام دي. الكلام ده مهم جدا. يبقى يو ماست بالبيت ات ليست 8 ارتريز تو جيف ا كومنت اون بلس. ايه هم الارتريز اللي انت يو ماست بالبيت بيفور يور كومنت؟
ايه اول واحد اثنين كاروتيد، يعني كاروتيد يمين وشمال، ما ينفعش تشوف لي واحد بس. اثنين راديال، وساعات ناس بتقول لك لازم كمان البريكيال. اثنين بوستيريور تيبيال واثنين دورسال سبيديس، يعني قصدي ليفت ورايت. ما تقلقوش كل واحد من الارتريز دول هنقول الديتيلز بتاعته دلوقتي. هي دي الديتيلز بتاعته. احنا بنقول ان المين ارتري هو الاورطه، بيبقى خارج من الهارت. احنا عندنا الاورطه ده ثلاث اجزاء، اسندنج وارش وديسندنج. والديسندنج ده جزئين، انترا ثوراسيك وانترا ابدومينال. اول ما الاورطه بيخرج بيدي كرونريز، مش باينه في الصوره دي، بعد كده بيدي البريكيوسيفاليك ارتري ترانك، ده على الناحيه الشمال اليمين فقط. بعد كده بينقسم لكومن كاروتيد، الكومن كاروتيد، وبعد كده الفيرتيبرال ارتري. الكاروتيد الكومن كاروتيد بيدي انترنال، بيبقى لجوه ما بنحسهوش، والاكسترنال ده اللي بيدي البرانشز بتاعت الفيش. بعد كده بيكمل على اي سب كليفيان تحت الكلافيكل، اللي بيكمل بالتالي لاجزيلري، لما ينزل للارض بيتقال عليه بريكيال ارتري. البريكيال ارتري ده عندي كيوبيتال فوسا، بينقسم لالنر وريديال. الريديال ناحيه الصامب والالنر الناحيه الثانيه. لو قلنا الاورطه في الابدومين بيدي سيلياك، السيلياك ده ليفت جاست، يدي ليفت جاستريك، كومن هيباتيك وسبلينيك. كومن هيباتيك ده برضو بيتقسم. بعد كده الاورطه بيدي سوبيريور ميزنتريك ارتري، انفيريور ميزنتريك ارتري، دول بيدي الانتستين. ليفت رينال ورايت رينال، دول بيروحوا للكيدنيز. بعد كده في الاخر عند الابدومين، في اخر الابدومين بيتقسم لكومن ايلياك ارتري ليفت ورايت. كومن ايلياك ارتري ده بالتالي بيتقسمه لانترنال ايلياك واكسترنال ايلياك. ده الانترنال ايلياك وده الاكسترنال ايلياك اللي بره، برضو كل حاجه منهم ليفت ورايت. بعد كده الاكسترنال ايلياك نفسه بيتحول لفيمورال عند الايه الانجوينال، تحت الانجوينال ليجامنت، الانتيريور سوبير سباين، ايلياك سباين للسوبيريور للسيرفيس بيوبس، اللي بيتحول لفيمورال يوصل للني البوستيريور اسبكت اوف ذا ني، يبقى اسمه بوبليتيال. البوبليتيال يتقسم بوستيريور تيبيال وانتيريور تيبيال. الانتيريور تيبيال ده بينتهي عند الدورسم اوف ذا فوت، بيبقى اسمه دورسالس بيدس، على الدورسم اوف ذا فوت فاسمه دورسالس بيدس ارتري. زي ما حضراتكم شايفين انتيريور تيبيال بيتحول لدورسالس بيدس ارتري، اللي هو ده اللي عليه السهم ده بالظبط، ده الدورسالس بيدس ارتري. طيب ده كلام جميل. انا قلت القصه دي كلها ليه؟ علشان قد يكون في ناس من حضراتكم ناسين التقسيمة او الارتيريال تري بتاعت النورمال هيومن. طيب احنا بنقول الراديال، قلنا خلاص البريكيال، اكسترنال كاروتيد، الفيمورال، ده المكان اللي انت بتشوف فيه الراديال ارتري. شوف الصنب فين، امشي معاه عند الريست، تحت الريست بشوية بتشوف لاترال تو فليكسور كاربي رادياليس تندون. بتاكزامن البلط مش بصباع واحد، بثري فينجر او ثري ميدل فينجر. افويد الاكزامينيشن بيور ثامب، يعني ما تحطش الثامب بتاعك على الراديال، لان في بعض الاحيان انت بتحس البلسيشن بتاعت يور ثامب، وتبقى دي طبعا مشكله كبيره. فانت بتحس، علشان الاحساس يبقى كامل او افضل ما يكون، بتحس بالثري ميدل فينجر بتوعك زي ما انتم شايفين كده، واحد اثنين ثلاثه محطوطه على الراديال ارتري. حاجة تانية، احنا كل الارتريز اللي بتحسها ما ينفعش تحسها وهي متشعلقة في الهواء، لازم تحسها against bony prominent bony background. يعني انت بتضغط هنا على الراديوس، لو مثلا على الكاروتيد بتضغط على الترانسفيرس بروسيس بتاعت الفيرتبري against، لازم تزنقها ما بين بون من ورا وايدك من قدام علشان تقدر تحس البلسيشن. علشان كده انت بتضغط. ايه الضغطه دي لازمتها ايه؟ علشان يعني كومبريس اجينست بوني باك جراوند. طبعا مهم قوي اللي انت تعرف ان في مرحله من المراحل هنقولها كمان شويه، ان انت يو ماست بلبيت بوث راديال ارتري ات ذا سيم تايم تو كومبير الاثنين مع بعض از ريجارد ايه الفوليوم، زي ما هنقول كمان شويه.
بالبريكيال ارتري انت بتشوف في الميديال اسبيكت اوف ذا ارم في الانتي كيوبيتال فوسا ميديال تو ذا بايسبس تندون. ادي البايسبس تندون اهو انت بتشوفها ميديالي ناحيه البودي اهو في الانتي كيوبيتال فوسا ميديال تو ذا بايسبس تندون. اظن ايه الامور صوره واضحه الى حد كبير. هنا بقى بالنسبه للكاروتيد انت بتشوفه في الانجل اوف ات ذا انجل اوف ذا جو. ادي الانجل اوف ذا جو اهو بتشوفها هنا بتبتدي من عند التراكيه وتزحلق ايدك لجوه لغايه ما تبتدي تحس البلسيشن ده اجينست الايه الترانسفيرس بروسيس بتاعه الفيرتيبري. هتبقى انتيرور تو ذا ستيرنوماستويد واضحه جدا هنا اهي واضحه طبعا في الرسم التفصيلي ده ان انتيرور تو ذا ستيرنو كليدو مصايد مصر البوبليتيال. البوبليتيال ده بيلف من ورا في البوستيرور ني جوينت بوستيرور تو ذا ني جوينت بتحسه اجينست الايه الجزء بتاع اللور فيمر والابر تيبيا فهو ده المكان اللي انت بتحس اجينست الايه البوني برومت. البوستيرور تيبيال زي ما هنشوف دلوقتي البوستيرور تيبيال ده بتعمل ده في الميديال اسبيكت ده البيك تو يبقى دي الميديال اسبيكت اوف ذا فوت ده الميديال مالولس جاست بيهايند الميديال مالولس اباوت 2 سنتي فروم ذا ميديال مالولس. في بعض الناس يقول لك لو رسمت خط من هنا للهيل هو هيبقى اباوت 2 ان هو في الميد واي ما بين الميديال مالولس والهيل اللي هو الخط ده تحس تلاقي البوستيريور تيبيال ده البوستيريور تيبيال اهو ادي الميديال مالولس هو ماشي في الشكل ده في اي مكان من ده تقدر تحسه. طبعا لازم تشوف الناحيتين ده من البريفرال بلسيشن المهمه جدا ان لو حصل اي اسكيميا او اثيروسكليروزس ده في اخر السكه فاول حاجه بنشوفها هي اخر السكه وبعد كده لقيناه اوبليتريتد بنطلع مكان بمكان. لقيت ده اوبليتريتد تطلع لل بوبليتيال لقيت اوبليتريتد تطلع للفيمورال لقيت اوبليتريتد تطلع للإيلياك ارتري. صوره ثانيه لوكيتد 2 سنتيمتر بلو اند بوستيريور تو ذا ميديال مالولس اظن واضح الى حد كبير الصوره. الدورسالس فيديس ده مهم جدا برضه هو ده في الدورسم اوف ذا فوت لاترال تو ذا اكستنسور هالوسيس لونجس زي ما انتم شايفين ادي البيك تو لو حركته هتلاقي فيه تندون بتاعه اللي هو بيحركه لو انت عملت له فليكشن اكستنشن هتلاقي فيه تندون ابتدى يظهر لك هنا هو جاست لاترال لان دي الميديال اسبيكت وده اللاترال اسبيكت فهو هيبقى في الجروف اللي هو لاترال تو ذا اكستنسور هالوسيس لونجس انت بتحسه اجينست البون برضه اللي هي ايه الميتاتارسال بون. طيب انا دلوقتي قلنا الاناتوميكال ديستريبيوشن او الاناتوميكال تري اوف ذا ارتريز اول اوفر ذا بودي هنيجي دلوقتي نقول انا عايز اعرف ايه البوينت اللي انا اعمل لها كومنت. يعني انا دلوقتي بقول لك اعمل لي فول كومنت اون ذا بلس ايه هو النقط اللي ماست بي كفر. انا عندي 7 نقط اساسيين غير مقبول ان حضرتك تنسى واحده منهم لان نسيان واحده منهم هينقص في الكومنت الكلينيكال كومنت على البلس. احنا بنقول الريت والريز الفوليوم السبيشال كاركتر كواليتي اون بوث سايد از ريجارد الفوليوم البريفرال بلسيشن والفيسل وول هل اثيروسكليروتيك ولا لا هل فيلت ولا لا لو فيلت الوول بتاع الفيسل لو محسوس ده معناه ان هو ريجيد يعني معناه اثيروسكليروز. كل نقطه من دي هنتكلم عليها ان ديتيل دلوقتي ولكن زي ما بقول لك غير مقبول ان انا اقول لك ايه اخبار البلس علق لي على البلس تقول لي ده 70 بير مينت ريجولر كده انت جاوبت على نقطتين فقط. لو انا برضو بشوف فيل كرايتيريا ومعايا شيت بديك من كل سؤال بيبقى اصلا انا مدي رقم انت عندك 7 نقط كل نقطه بدرجه فلو بديك هديك 2 من 5 طبعا دي مصيبة كبيرة لانك انت اوريدي عارف بقية الحاجات فتيك كير ان يو ماست كفر اول ذا 7 بوينت اوف ذا بلس تو ايه فول كومنت تو بي فولي كومنت اون ذا بلس. طيب بالنسبة للبلس كل نقطة من دول انا مطالب اعرف ايه عن الريت والريزم والفوليوم. اول حاجة هاو تو اكزامن
يعني انا بقى ايفالويت اللي انت بت اكزامن الريزم ده ازاي، الفوليوم ده بتاكزامنه ازاي، السبيشال كاركتر بتاعه البلط بتعرفها ازاي. الحاجه الثانيه وير، انت دلوقتي الفوليوم ده بتجيبه من اني ارتريز، هل من الراديال ولا من الكاروتيد ولا من البوستيرور تيبيال مثلا. فعلى حسب المكان بيبقى ايه بتعرف الكاركتر بتاعه او النقطه اللي انت بتكومنت عليها. الابنورماليتي، هل هو نورمال ولا ابنورمال، وايه انواع الابنورماليتي وايه اسبابها بتدل على ايه. فانت لازم كل الكلام ده تقول to be fulfilled during examination. انا مش عايز يعني ازهقك واخوفكم من الموضوع، لكن انا ممكن يبقى الامتحان كله بلس فقط وابقى ساتيسفايد تماما اللي انت تاخد الفول مارك او تاخد مش الفول مارك طبعا لو ما قدرتش تغطي النقط دي. زي ما احنا هنشوف مع بعض دلوقتي كل نقطه من دي ممكن تبقى هي دي الدايجنوزس بتاع العيان، ولو مسد منك هتبقى كارثه وما بعدها كارثه. اول نقطه الريت، الريت نورمال ريت من 60 ل 100 بير مينت، اقل من 60 اسمها برادي كارديا، اكثر من 100 اسمها تاكي كارديا. يو ماست بالبيت فور ات ليست 1 مينت، عشان تقول لي الريت 70 بير مينت لازم تحس تحط ايدك على البلس الراديال بلس لمده دقيقه كامله، وده الكلاسيك. طب هتقول لي طب مش ممكن اضرب في اعمل احس في نص دقيقه واضرب في اتنين؟ ماشي، بعض الناس بيقولوا لا ما ينفعش لازم دقيقه كامله لانه ممكن يجد جديد في خلال الدقيقه، وفي ناس يقول لك اوكي بس مش اقل من نص دقيقه، ربع دقيقه، طب 10 ثواني، طب مش عارف ايه. لا طبعا الموضوع كده هيبقى ايه مش اكيوريت. فاحنا بنقول ان هو الكلاسيك تيتشنج بيقول لك 1 minute to know the rate. لو لقيت الريزم الريجولار، دي حته اضافيه، لازم تروح شايل ايدك قول له لا ده الريزم الريجولار وانا بعد، فانا محتاج اشوف الابيكس اند كاونت الابيكال بلسيشن كمان. دي ليها قيمه كبيره قوي، هقول لك الحته دي وان كنا هنقولها كمان شويه في الريزم، ولكن انا احب اقولها في الريت برضو. لقيت مثلا الريت 70 بس ريجولر من الراديال ارتري، طب انا دلوقتي ليه احط السماعه الايبكس؟ قال لك والله خد بالك، هو لما بيبقى فيه الريجولاريتي في الهارت معناه ان المسافات ما بين البلس والدقه والدقه او الامبلس والامبلس غير متساويه، فاللي بيبقى قدامه فتره اطول فبيحصل فيلنج للفنتريكل فتره اطول فبتبقى الكونتراكشن اقوى. حلو، طب ولو في شورت ديوريشن في الفيلنج بتاع الفنتريكل فبيبقى البلس او الكونتراكشن ضعيف. طب ده يعمل ايه؟ ده ممكن يعمل ويك كونتراكشن ما يقدرش او انت ما تحسوش في البريفرال بلسيشن في الراديال، يعني تحط ايدك على الراديال ما تحسش حاجه، ولكن في الهارت بيت، البيت دي ما كانتش قوية لدرجة ان هي عملت لي بوشنج اوف بلاد تو اكسباند ذا ارتري اللي هو الراديال ارتري، فساعتها احط السماعة الايبكس اروح سامع لي 95 دقة في الدقيقة. ايه ده؟ ده كنا سامعينهم 70 او حاسينهم 70 في الراديال، لا ما هو في 20 او 25 او تفر بقى الرقم اللي ما بين ده وده، في دول كانوا سو ويك ان هم ما قدروش يوصلوا ويعملوا اكسبانشن للراديال ارتري، عشان كده لازم احس ده وده سيمالتينيسلي اف ذا ريت ذا ريزم از ايريجولار. مش هنطول في النقطه دي، احنا هنقول النقطه دي ان ديتيل يمكن احسن في النقطه اللي بعدها. ريجولار اور ايريجولار، احنا عايزين نقول هنا احنا عايزين نقول انت بتعرف الريزم ازاي. الريزم ده بنعرفه بطريقة بسيطة قوي، اللي انت بتسمع الهارت بيت تبتدي تركز فيها قوي، او سوري البلس تركز فيه قوي وتعيش مع الريزم، يعني انت بتتوقع مع
البلصايه اللي جايه هنا تك 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 هنا اتاخرت شويه. ليه؟ لان انت عملت ريزم في ذهنك مع الايه ال 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 البلص واحده ورا الثانيه. فلو حسيت ان في ديلي او في واحده جت بدري هتقول هنا ان ده irregular pulsation. لو ماشيه منضبطه يبقى ده regular pulsation. طيب احنا لو قلنا الirregularity، الirregularity اللي هي marked irregularity شغاله لخبطه لخبطه مش قادر تظبط، يعني marked irregularity ولا occasional irregularity يعني فين وفين لما تحصل واحده زياده او واحده ديليد او كذا وتمشي الريت طبيعي بعد كده. فانت بتقول التايب اوف ريجولاريتي يا اما اوكيجنال ريجولاريتي او ماركت ريجولاريتي. للتسهيل الاوكيجنال ريجولاريتي في الغالب ده بتبقى اكسترا سيستول، الماركت ريجولاريتي ده بيبقى في الغالب اي اف. هل الكلام ده دقيق؟ لا طبعا مش دقيق، ولكن هي دي الموست كومن كوز اوف ماركت ريجولاريتي وده الموست كومن كوز اوف اكسترا سيستول الاوكيجنال ريجولاريتي. الكوز اوف ريجولار بالص كتيره في الحقيقه، يعني درس الاريزميا ده محاضره كامله لوحدها، مش محاضره ده مجموعه محاضرات لوحدها، ولكن الموست كومن هو الساينس اريزميا، اتريال اكسترا سيستول، فينتريكولار اكسترا سيستول، اتريال فايبريليشن، فلاتر وذ فاريبل ريسبونس سيبك منها دي دلوقتي، سكند ديجري هارت بلوك وذ فاريبل ريسبونس برضه دي محتاجه ان انت تكون مذاكر الكارديولوجي كويس. ولكن الموست كومن زي ما قلنا هم الاتريال اكسترا سيستول والاتريال فايبريليشن، ده الموست كومن كوز اوف ريجولار بلس. ولدام هم الموست كومن كوز في الكلينيكال يو ماست ديفرنشيت. ببساطه كده الاتريال فايبريليشن ده ثوره غير منضبطه حدثت في الاتيوم، مالتيبل اكتوبيك فوساي اول اوفر ذا اتيوم، مئات من الاكتيف بوينت كل واحده عايزه تسيطر على الاتيوم، فبتطلع الكتريك تشارج تبقى هي البيس ميكر، عايزه اب انا البيس ميكر اوف ذا هارت، عايزه انا اللي اطلع الامبلس واعمل لي كونتراكشن بسببي لما تنزل في الفنتريكل ويحصل كونتراكشن. الكلام ده بيبقى فيه كل واحده تعمل على مزاجها، فبيبقى irregular heart beat marked irregularity، كل واحده تطلع شويه في على حسب اختلاف واحده عن الثانيه. بالنسبه للاكسترا سيستول هي امبلس غريبه في وسط رسم قلب سليم، يعني ايه؟ يعني محاوله فاشله لعمل ثوره، نقطه معينه بتحصل في الاتريوم بتقول انا عايز ابقى البيس ميكر، فبتنتهز فرصه ان الهارت يقدر يستجيب ليها بكونتراكشن في الفنتريكل وتطلع لي امبلسايه تعدي لي على الكوبري اللي هو الاي في باندل وتنزل للفنتريكل تعمل لي كونتراكشنايه واحده بحيث ان هي تبقى واحده في وسط رسم قلب سليم. طبعا الكلام ده اللي عايز يرجع له انا برضو في محاضرات الاي سي جي، انا عاملين كورس الاي سي جي موجود على اليوتيوب تشانل لو حضراتكم ترجعوا له لو عايزين تكفر النقطه دي، دي متقاله برضو ان ديتيل في كورس الاي سي جي. طيب فده كده انا عندي القلب لو انت بعينك كده البيت من دي واحدة سليمة 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 وجات واحدة غير طبيعية جات بدري، دي جات بدري غريبة بس كله سليم، يبقى دي اكسترا سيستول، دقت قلب مش زيادة ولكنها جات بدري، دي هي الاكتوبيك فوكس اللي طلعت الايه الامبلساية دي. لو بصيت هنا ده نورمال، شايفين الريت الفرق ما بين دي ودي هي تقريبا نفس المسافة، طبعا بالعين المجردة بتبان، لو عايز تقيس قيس هنا طبعا هتلاقي المسافة دي غير المسافة دي غير المسافة دي غير المسافة دي، كل واحدة بتطلع امبلس براحتها لان في عشرات ومئات الاكتف فصاي موجودين في الاتريوم، كل واحدة بتطلع على راحتها فتعمل لي ماركت ايريجولاريتي. ما تقدرش تعد لي اربعة مع بعض سلام، هنا واسعة دائت واسعة واسعة شوية ضيقة، ما تلاقي الدنيا اختلفت، فما فيش اربع مسافات او ما فيش اربع انترفال سلام. ومن هنا رحنا عاملين جدول قالك عشان تفرق بين الاي اف والاكسترا سيستول، اول حاجة الاي اف ده في الغالب في الغالب تاكي كارديا رابط يعني اكتر من 120 بيت بير مينت، الاكسترا سيستول في الغالب بيبقى نورمال او جاست اقل من 120.
الحاجة الكروشيال بقى ما بين الاثنين في الاي اف يو كان نوت كاونت فور ريجولر بيت، يعني انت لو قدرت تظبط 4 بيت ورا بعض يبقى ده كده 4 بيتس ريجولر، وده ما بيحصلش ابدا في الاي اف. بينما في الاكسترا ستون لا، تقدر تعد 4 و5 و6 بيتس نورمال وتجي لك واحده غلط في السكه كده. الاي اف لو قلت له اعمل اكسرسايز، الاكسرسايز لما بعمله بيزيد الاي في كوندكشن، اتري فنتريكولار كوندكشن بيزيد، يعني الجنون اللي حصل في الاتريوم بيتنقل بزياده للفنتريكل، فده معناه ان هو بيزيد الريجولاريتي. ما هو اصلا البلس اللي انا بحسه ده يا جماعه هو ده الميرور بتاع الكونتراكشن بتاع الفنتريكل، فالفنتريكل بيكونتراكت ايه؟ نتيجه الامبلس اللي جاياله او الكهرباء اللي جاياله من الاتريوم، فلو الكهرباء اللي جاياله من الاتريوم ملخبطه هيبقى كونتراكشن بتاع الفنتريكل ملخبط. طب احنا زودنا الكوندكشن باننا بنعمل اكسرسايز فاللخبطه هتزيد، فيبقى ماركت ايريجولاريتي انكريز الايريجولاريتي. بينما في الاكسترا سيستول انا بعمل تاكي كارديا بالاكسرسايز فما بديش فرصه للاكتيف فوكس ان هي تظهر، لان في شورت ديستانس القلب ما يقدرش او مش هيستجيب للكهرباء الغلط اللي اتحصلت من الاكسترا سيستول او من الاكتوبك فوكس اللي موجود. النيك فين هنا هيبقى في ابسنت بي في الاي اف لان الاتريوم اوريدي ما بيحصلوش كونتراكشن في الاف لانه بيحصل فايبريليشن، حركه اهتزازيه غير مؤثره، ما فيش كونتراكشن للاتريوم اصلا لان ما بيلحقش، بيبقى ممكن الاتريوم الريت بتاعه يطلع له 400 دقه، الاتريوم يحصل له 400 الكتريك امبلس تعمل 400 دقه ما تلحقش الكونتراكت، يحصل له absent A wave زي ما هنقول في النيك فين ان ما بقاش في حاجه اسمها الاي ويف اللي هي الاتريال كونتراكشن. ايه هي الاتريال كونتراكشن؟ الاكسترا سيستول ده لا طبيعي. الحاجه الاخيره البالسس ديفيسيت، دي الالسس ديفيسيت هنا اكتر من 10، هنا لا ما فيش، ده هي اقل من 10 بكتير. طيب هي يعني ايه بالسس ديفيسيت؟ البالسس ديفيسيت ده احنا بنقول اللي احنا لما نلاقي في ماركت ايريجولاريتي فبنروح حاطين السماعه على الايه الهارت ونعد البلس من الهارت. لو كان البلس في الايد 100 مثلا او 110 هتلاقي في الماركت ايريجولاريتي نتيجه الاي اف هيبقى البلس اكتر من 120. ليه؟ لان الادام فيه الريجولر انترفال ما بين البيت والبيت، فالبيت اللي هي بيبقى قبلها انترفال صغيره بيبقى الفيلينج اوف ذا فنتريكل صغير قليل، فبتبقى الكونتراكشن ضعيفه، فالكونتراكشن ما تكونش قادره او عندها القدره ان هي تعمل اكسبانشن للراديال ارتري، ما فيش دفقه بلاد وصلت للراديال علشان تعمل لها اكسبانشن فحسه على هيئه بالسيشن. المشكله ان البالسس ديفيسيت دي ودايما دي انتوا بتقعوا فيها دايما في اي اكزام، ان انت اقول لك في تقول لي في بالسس ديفيسيت، اقول له طب انت عملت ازاي؟ فتقول لي اروح عادي يروح عادد الراديال وبعد كده يروح لابس السماعه وحاططها على الايبكس ويعد الايبكس يقول لي الفرق هنا كانت هنا 70 وهنا 100، فكده يبقى في بالسس ديفيسيت. اقول له لا يا حبيبي الكلام ده مش مظبوط. ليه؟ لان انا وانا بحس الراديال لقيته 70، الراجل افتكر حماته، فطبعا يحصل له ايه؟ تاكيكارديا، فهتبقى عنده 100، فطلع ان ال 100 دي مش بسبب اللي عنده بالص ديفيسيت، لا ده بسبب ان حماته جت على باله. فخدوا بالكم ان ايه الريجولاريتي علشان تديتكت البالص ديفيسيت يو ماست زي ما انتم شايفين كده كاونت فروم ذا ايبكس and count the pulse at the same time. عشان كده المفروض اللي يعمل الموضوع ده اتنين دكاترة، واحد حاطط السماعة على القلب وبيعد، وواحد حاطط ايده على الراديال ارتري وبيعد لمدة دقيقة، هي تقول انا سامعة 100 وهو يقول انا سامع انا حاسس 80، فالبلس ديفيسيت هنا ما بين ده وده 20، فكده انا بشخص ان ده AF. تمام. طب بس انت مش هتجيب معاك مساعد في الامتحان، طب هتعملها ازاي؟ قال لك انا احط السماعه وابقى مركز مع السماعه، كل بلصايه بتيجي في السماعه بحسها بايدي ولا لا، ولا في حاجات بتقع، فانت ما بتعدش لا ده ولا ده، ساعتها انت بتعد اللي بيقع. يعني ايه اللي بيقع؟ اللي انت سمعته في الهارت
وما حسيتوش في الراديال، ساعتها بنقول ان دي واحد. واحد دي ايه؟ دي واحدة سمعتها في الهارت وما حسيتهاش بايدي في الراديال ارتري. الموضوع مش صعب قوي، فكل دقة في قلبي طبعا بتسمعها بتسلم عليك، هتسمعها بالسماعة بس مش هتحس الريسبونس بتاعها في الراديال، دي اسمها الديفيسيت اللي انا بتكلم عليه. الاكسرسايز، لو احنا خلينا العيان يعمل اكسرسايز واتيفر بقى، يحرك رجليه وهو يعمل عجله كده برجليه، او يقوم يمشي، او واتيفر، يقوم ويقعد يقوم ويقعد، ساعتها ده يعتبر اكسرسايز. هنلاقي ان الاي اف بتنكريز الاريجولاريتي، هتلاقي لو كانت الاريجولاريتي انت مش قادر تحسها قوي نتيجه العيان على راحته، لا لو سرعت شويه الفنتريكولار ريت ساعتها يبقى في ماركد اريجولاريتي. الكومن كوز اوف اتريال فايبريليشن، هو في اسباب كتيره ولكن احنا بنقول اهم اسباب الهايبرتنشن، الثايروتوكسيكوزيس، المايوكارديال انفاركشن. في اسباب كتيره طبعا داخل نظري انتوا هتذكروها ان ديتيل، اللي عايز يحفظها طبعا للجماعه اللي هم بيحبوا يحفظوا، افتكر كلمه ذا اتريال فيبس. فيبس اللي هي فايبريليشن، والاتريال اللي هي الاتريا، وذا ذا اللي هي تي ثايرويد اللي هي ثايروتوكسيكوزيس، هايبوثيرميا، بالمونري امبوليزم، الكول كونسامشن، كاردياك تروما، ريسنت كاردياك سيرجري، طبعا دي يعني استعباط شويه بس ماشي مشوها لي، اسكيميا، اتريال انلارجمنت، لون اي اف. يعني ايه لون اي اف؟ ده كومن قوي قوي، ده بيجي في الاولد ايج، بيبقى اتريال فايبريليشن بيحصل في الاولد ايج، وكاركترستيكالي بيبقى العيان ده عنده سلو اي اف، تلاقي مثلا الريت على 80، وده من ضمن الديفرنشال دياجنوز بتاع السلو اي اف. عندنا حاجتين مهمين قوي، لا اما لون اي اف ده بيبقى في الاولد ايج، او واحد ماشي على بيتا بلوكر او ديجيتاليس. ديجيتاليس معقوله؟ ده ديجيتاليس ده بيزود الكونتراكتيليتي باين. ايه ده؟ ده حاجه غريبه قوي. قال لك اصل الديجيتاليس هو فعلا بيزود الاكسايتابيليتي اوف ذا هارت از ريجارد اتريوم، وبيزود الكونتراكتيليتي، ولكن بيقلل الكونداكتيفيتي، فعشان كده بيقلل الكونداكشن، فبيمنع انه ينقل جنون الاتريوم للفنتريكل. المهم مش في وقت احنا الكلام ده، الانفاركشن، الفالف ديزيز، والاستيمولانت زي الكافيين والحاجات دي ممكن تعمل الاي اف او تريجر الاي اف. يبقى دي الكوزس اوف اتريال فايبريليشن. يجي بعد كده للنقطه الثالثه من الكومنت على البلس، اللي هي الفوليوم اوف ذا بلس. لما نيجي نعرف ايه يعني ايه فوليوم اوف ذا بلس، هنقول اللي هو الامبليتيود اوف ذا بلس بريشر، بيني وبينك قوه البلسيشن، بيخبط في ايدك جامد ولا لا، الاكسبانشن بتاع الارتري قوي ولا لا. طب ده بيبقى يعتمد على ايه؟ قالك يعتمد على البلس بريشر. طب ما يعني ايه البلس بريشر؟ قالك هو الفرق ما بين السيستول والدايستول. يعني لو كان السيستول عالي والدايستول قليل والفرق ما بينهم كبير، ساعتها يبقى البلس بريشر احسه بقوه على هيئه لارج فوليوم. طب ده يتحس فين؟ قالك والله هو هيبان في كل الارتريز، ولكن علشان تبقى الكومنت بتاعك او السنسيشن بتاعك احسن ما يكون، هيبقى باين جدا في الكاروتيد. يبقى انا لما اقول لك شوف لي الفوليوم، حط ايدك على الكاروتيد على طول. طيب زي ما قلنا ان الكاروتيد بنحط التو فينجر او ثري فينجر anterior to the sternomastoid muscle, lateral to the trachea, وبن compress against transverse process of the vertebra, cervical vertebra. خد بالك is contraindicated to palpate both carotid at the same time. ممكن يحصل له syncopal attack، لكنك انت بتخنقه لان انت بتقلل الكاروتيد blood flow to the brain. يعني the common carotid بيدي الانترنال جزء منه لل اللي هو المين سبلاي اوف ذا برين. فطبعا انت كومبريشن وكونترا انديكيتد، ممكن احنا يعني يحصل له سينكوبال اتاك. يبقى البلس بريشر هو الديفرنس ما بين السيستول اند دايستول.
قال لك والله لو قست او قست الضغط ولقيت الفرق ما بين السيستول والدايستول اكتر من 60 مليمتر ميركوري، هو ده العيان اللي هيبقى عنده بلس بريشر كبير. او طريقه اخرى ان الرقم الفرق ما بين السيستول والدايستول اكتر من 50% من قيمه السيستول، فساعتها ده هيبقى بيج بلس بريشر. ايه اللي يعمل البيج بلس فوليوم؟ قال لك والله الاي بي تي، ايه الاي بي تي دي؟ دي اسباب بيحصل فيها لا اما زياده السيستول او نقص الدايستول. ايه زي اورتيك ريجيرج، انيميا، اثيروسكليروزيس، اي في فيستري. او بي زي براديكارديا، بيتا اندكتس ارتيريوزس، بريجننسي، باجيت ديزيز، بيري بيري. التي اللي هي الثايروتوكسيكوزيس، وما ننساش الفيفر. طيب ايه اللي بيخلي ده يحصل؟ اللي بيخلي ده لارج فوليوم، ايه الميكانيزم اوف لارج فوليوم بلس؟ قال لك والله هو الفكره في ايه؟ لاما انقباض القلب قوي جدا فبيحصل اكسبانشن كبير، والدايستول البريشر جوه الاورطه والارتريز اثناء الدايستول بيقل بشده، بيحصل سحب للدم، شفط للدم من الارتريز. زي ايه؟ قال لك في الاورتيك ريجيرج بيحصل اسكيب اوف بلاد فروم ذا اورطه، فبيقل الدايستول. ما هو الدايستول ده هو البريشر جوه الاورطه وهو مقفول بالفالف بتاعته، فتحول لهارت بريفرال هارت، فلو ما بيتقفلش، يعني ما بيتقفلش يعني اورتيك ريجيرج، فالدم هيرجع تاني للهارت فيقل البريشر جوه الاورطه، فيحصل اسكيب اوف ذا بلاد فروم ذا اورطه. طب ايه تاني؟ قال لك في الفيفر، طب ايه اللي بيحصل في الفيفر؟ قال لك في فازو دايليتيشن، نفس الفكره ان الدم هيتسحب على طول ويقل البريشر اللي هو اثناء الدايستول. البراديكارديا والثايروتوكسيكوزيس، البراديكارديا في الحقيقه يعني فيها دي خلافيه شويه، ولكن انا بعض الناس بيحبوا يقولوها ان هو بيبقى في لونج تايم فور ذا هارت تو فيل. طب ولما يحصل large amount of blood فبيحصل more stretch according to Starling law، فبيبقى good contraction powerful contraction، فيزيد السيستول والدايستول normal، فساعتها يحصل increase systolic فيحصل large volume. thyrotoxicosis نفس الفكرة، increase systole. الاثيروسكليروزيس loss of elasticity، فالهارت بيضطر يعمل contraction powerful contraction عشان يقدر ايجكت بلاد، فبيحصل جود اكسبانشن. في الحقيقه الحاجات دي عليها خلافات كتيره وفي ناس مش مقتنعين بيها، وانا عن نفسي مش مقتنع، بس انا حبيت اجمع لكم كل الاراء اللي مكتوبه، ولكن اللي لا خلاف عليه الاورتيك ريجيرج، الثايروتوكسيكوزيس، الفيفر، دي من الحاجات اللي تعمل لارج بلس فوليوم. طب ايه اللي يعمل سمول بقى العكس؟ العضلة ما بقتش قوية، heart failure، failure of the pump، أو إن القلب أساساً مش قادر يملى نتيجة إن هو مخنوق بكونستريكتيف بريكاردايتس، القلب متحوط ببريكارديوم فايبروتيك، فمش قادر البلاد تو فيل ذا هارت، فالهارت مش قادر يكونتراكت لأنه مفهوم الكونتراكشن بتاعه نوت باورفول لأنه ما حصلوش فيلينج. أو السكة مسدودة، أورتيك ستينوزيس، الأورتيك ستينوزيس الهارت مش قادر يكونتراكت بقوة أجينست كلوزد أورتيك فالف، زي ما أنتم شايفين هنا ده الأورتيك فالف مش قادر يخرج الدم لأن فيه أوبستراكشن. طيب دي النقطة الثالثة، النقطة الرابعة ودي مهمة جدا، إيه هي السبيشال كاركترز أوف بلاد؟ أول حاجة نورمال كاركتر، مفيش حاجة. بعد كده في ووتر هامر بلس، لو رايزنج بلس، بلسس بيسفيريانس، وبلسس الترناس. ايه الكلام الكتير ده؟ دي حاجات في الحقيقه مش كومن، هو يمكن الموست كومن هو الووتر هامر بلس، الباقيين دول يعني مهمين في الاسئله اللي هي الاورال كويشن اكتر من انها كلينيكال ابلكيشن. طيب خلينا نشوف. اول حاجه الووتر هامر بلس بيسموه كولابسنج بلس او باوندنج بلس، هي بلس قوي شارب. يعني ايه شارب؟
يعني بيحصل له sudden onset. اول ما تحس بدقة القلب دقة اللي هو البالس وانت حاطط ايدك على البالس يبقى sudden onset مرة واحدة يعلى، sudden offset ينزل مرة واحدة، large amplitude. ليه بيحصل ده؟ لان القلب بيتسحب من blood vessels all over the body مرة واحدة. طبعا اول حاجة لسه قايلينها الاورتيك ريجيرش، ان الهارت كمية دم كبيرة قوي قوي contracted. ليه؟ لان القلب بيشيل الفينوس ريتيرن اللي جاله، و الفينوس ريتيرن العادي اللي هو جاي من السبيرو في انفيريور كيفا للرايت فينتريكل بيروح لللانج ويرجع لل بالمونري فينز للليفت سايد ينزل على الفينتريكل، ادي دم جاي له، يبقى دي كميه دم، وكميه الدم اللي هي وقعت من الاورطه نتيجه الريجير، فبقى كميه الدم اللي موجوده في الهارت كبيره، فيحصل مور ستريتش للهارت، فمور ستريتش مور كونتراكشن للهارت. يحصل ايه؟ يبقى لارج اماونت اوف بلاد، يحصل سادن اونست بيج امبليتيود. ولكن اول ما الدم يتنقل من الهارت من الليفت فينتريكل يعني للاورطة بيحصل سادن ليك. ليك ليه؟ ليك انت مش ليا انا، ليك ليه؟ لان الاورتيك فالف ما بيقفلش، يجي يقفل هو ريجيرج فيروح واقع الدم تاني في الايه؟ في الهارت، فيحصل sudden drop of the diastole، فيحصل collapsing pulse او bounding pulse او water hemorrhage. تمام، طب ايه بقى causes of water hemorrhage؟ زي ما احنا لسه قايلين ان بيحصل sudden leak of blood from the aorta. ده بيحصل فين؟ ده بيحصل في الاورتيك ريجير. اهم واشهر سبب لل للووتر هامر بالس هو الاورتيك ريجيرج، وده هو في ناس كتير تقول لك الاورتيك ريجيرج هو اللي اتعمل عليه اسم الووتر هامر بالس. يعني جاست اقول لك ووتر هامر بالس ايه سببه، يبقى يساوي اورتيك ريجيرج. في ناس تانية تحب تدخل الاسباب الاخرى زي البيتا اندكتس ارتريوزس، نفس الفكره، وشنط من الارتري من الاورطه للفينوس سايت، او ارتيريال ايفي فيستولا، دي حاجه احنا بنعملها لما العين بيكون على ريجولار دياليسيز، او بريجنسي، ده فيسيولوجيكال شانت اللي هو في البلاسينتا، او على الارتيريولر ليفل نتيجه فازو دايلاتيشن اوف ذا ارتيريول في وجود الفيفر، ده بيحصل برضه اكنه بيحصل شانت لانه بيحصل دروب اوف بلاد بريشر نتيجه الفازو دايلاتيشن نتيجه الفيفر. تمام، ده بالنسبه للووتر هامر بالس از ا كوز. طيب احنا بنقول البالس الووتر هامر بالس ده بيحصل فيه لارج فوليوم، فنبتدي نحس البالسيشن في اماكن ابنورمال بليسز. ليه؟ يعني انا بحس الارتيريال بالسيشن في الراديال ارتري، في البريكيال، في الاكزيلري وهكذا. طب لو حسيتها في الفور ارم، جاست اللي انا حاطط ايدي على الفور ارم بتاعت العيان وحسيت بالسيشن، ده لا ده ابنورمال، ده مش طبيعي. فهو بيقول لك علشان احس الووتر هامر بالس بحسه في اماكن انا مش متعود احسه فيها نتيجه البيج بالس فوليوم، فالجسم كله بيبلسيت نتيجه وجود اللارج فوليوم بالس ده، والاسكيب اوف بلاد من الاورطة او الارتريول او الارتريز اثناء الدايستول. طيب ده بيجزامن ازاي؟ قال لك والله ده انا اول حاجه بمسك ايد العيان، برايز البيشنت ار هاي، برفعه علشان اقلل الدايستول على قد ما اقدر عشان اكزاجيريت الفينومينا دي، ستريتش الليمب عشان امنع الكينك اوف ذا ارتري، وبحس في الفور ارم. ليه في الفور ارم؟ لان ده ابنورمال بليسز، لان انا مش متعود ان انا احس في الاماكن اللي زي دي. زي ما انتم شايفين بيمسك الهاند، طبعا انا بريحها وبحط في الفور ارم، بفردها على استقامتها واحس، فلاقي فيه بالسيشن. هل ده طبيعي ان انا احس بالسيشن في المنطقه دي؟ لا مش طبيعي. طب ده ليه بحسه؟ ان في حاجه اسمها ووتر هامر بالس نتيجه الاورتيك ريجيرج، نتيجه الايفي فيستولا، نتيجه البريجننسي، نتيجه الانيميا، ونتيجه الفيفر، وات ايفر.
نفس الفكره انا هنا اهو، هو بيمسك في الفور ارم بس عالي شويه ناحيه الكيوبيتال فوسا، فحس بالبالم اوف ذا هاند، حس الايه؟ البالسيشن، وده غير طبيعي. هنا برضه نفس الحكايه، هو حس هنا رفع كده، انا المفروض اسبورت بالايد الثانيه وارفعها بايد واحده، انا المفروض احط ايدي الثانيه دي عند الكف بتاع العيان عشان ايه؟ اشيله، فايه؟ فريح الايه؟ البيشنت. زي ما انتم شايفين اهو 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 بيفرد، المفروض انا كده ما احسش بالسيشن عند العيان البني ادم النورمال. هنا لو حس بالسيشن في الحته دي يبقى ده معناه ان العيان ده عنده ووتر هامر بالس. تمام، نيجي للنقطه اللي بعدها. عندنا العكس بقى بتاعتها، حاجه اسمها بلاتو بالس. بلاتو انا بقول عليه ده الضعيف البطيء او البطيء الضعيف، وهو اسمه فعلا كده، اسمه بالسس تاردس، وتاردس يعني سلو بطيء، وبارفس يعني ويك او لو بيك. فناس بيحبوا يقولوا له اسم دلع بالسس بارفس اتاردس، بالسس بارفس اتاردس، يعني ان ده ببساطه بلاتو بالس. يعني ايه؟ يعني بالبساطه كده ان القلب بيعصر نفسه عشان يخرج الدم منه نتيجه اورتيك ستينوزس، فبيطلع الدم سرسوب، دم ضعيف بيكسباند ببطء وامبليتيود ضعيف سلو، فده بيحصل في الاورتيك ستينوزس والهارت فيلير بالتبعيه. نفس الفكره ان القلب مش قادر يكونتراكت، ياخد وقت اطول عشان يبوش الدم، فيحصل بلاتو بالس. بحسه فين؟ بحسه في الراديال ارتري، يبقى ياخد وقت اطول، البلصايه نفسها تاخد وقت اطول واضعف وفلات، مفيش اللي هو البيك اللي بيحصل في النور. ده بالنسبه للبلاتو بالس. النوع الثالث احنا قلنا الاولاني كان نورمال كاركتر، الثاني ووتر هامر بالس، بعد كده بلاتو بالس، الرابع ده بالسس بسفيريانس اللي هو البلس ابو راسين. يعني ايه راسين؟ تو بيكس. البلس الطبيعي 1 بيكس، تك على طول، واحده احساس، واحده بس، خبطه واحده وهكذا. هنا انا لو حطيت ايدي على البلس بحس خبطه قويه وخبطه ضعيفه لازقين في بعض بيعقبهم البوز. ده تو بالبابل سيستوليك بيكس، ده يحصل ايه؟ في الدبل اورت. يعني ايه دبل اورتا؟ الدبل اورتا ده هنشوف كمان شويه يعني ايه دبل اورتا. طيب الفيرست بيك دي بتبقى نتيجه ايه؟ قال لك الفيرست بيك دي ايرلي كومبوننت ديو تو بيركشن ريزلت فروم رابيد ليفت فنتريكولر ايجكشن، كميه كبيره سريعه من الدم خرجت من ليفت فنتريكل، ده نتيجه ايه؟ نيجي للنقطة الرابعة اللي هي البالسس بسفيريانس. يعني ايه بالسس بسفيريانس؟ بالسس بسفيريانس يعني البلس ابو راسين. يعني ايه راسين دي؟ يعني البلس هاف تو بالبابل سيستوليك بيكس، خبطة وخبطة، تحس ان الخبطة اللي انت بتحسها واحدة مقسومة تحت ايديك، صعبة شوية. ماشي، طب دي بتحصل فين؟ في الدبل اورد. قبل ما نقول ايه حكايه السبب بتاعها والكلام ده، انا عايز بس نتكلم عن حته الدبل اورطه دي. يعني ايه الدبل اورطه دي؟ يعني الفالف بقى فيه ديزيز عامل لي تو ليجن، او ديزيز عمل لي تو بريزنتيشن، ستينوزس وفي نفس الوقت ريجيرش. طب ازاي يبقى واسع وضيق؟ يعني ازاي يبقى واسع وضيق في نفس الوقت؟ قال لك والدم خارج، الفالف فايبروتيك فبيخرج كميه الدم بتاعته على هيئه جيت اوف بلاد، الخروج ضيق. طب ماشي، في فايبروزس مثلا وعمل كده او كالسيفيكيشن، ماشي،
قال لك اه بس لما بيجي بيقفل الفالف كمان بايظ ما بيقفلش، فالدم بيخر منه لتحت للفنتري. اه يعني قصدك لما بيقفل ما بيقفلش قوي، ولما يفتح ما بيفتحش قوي. فدي يعمل حاجة اسمها دبل أورت، أورتيك ريجيرج، وفي نفس ذات الوقت حضرتك عنده ستينوزيس، ده يعمل لي البالساس بيسفيريانس. طب قال لك طب ايه البيك الاولانيه والبيك الثانيه دي بتتعمل نتيجه ايه؟ قال لك الفيرست بيك ده دي بتبقى في الاول، بيحصل بيركشن ريزلت فروم رابيد ليفت فنتريكولار ريجكشن، لان بيحصل كنت في كميه دم موجوده في الفنتريكل كبيره. ليه؟ لانه كان حصل له ريجيرج قبل كده فالكميه كبيره، فحصل ماركت فنتريكولار كونتراكشن، فبيحصل جيت اوف بلاد بيطلع بقوه. طب بيطلع بقوه ليه وبسرعه؟ لانه بيطلع من حته ضيقه واندر باور، واندر باور باور دي ليه؟ لان الكميه كبيره ففي ستريتش قوي، يبقى دي الفيرست بيك. طب السكند بيك، سكند بيك ده بيحصل تايدل ويف ريبريزنت ا ريفلكتد ويف فروم ذا بريفري. ليه بيحصل اورتيك ارتيريال ريكويل؟ ليه ارتيريال ريكويل؟ ليه يحصل ريكويل؟ اكنك بتشد استك وتسيبه في ريكويل مره واحده، يلم مره واحده، يتقفل مره واحده. طب ليه بيحصل ده؟ لان الدم برضه بيحصل له صادن دروب نتيجه ليك اوف بلاد ات ذا اورتيك فالف، لانه ايه؟ هو اورتيك ريجيرج مع الاستينوز. فالاورتيك ريجيرج عمل ان الدم اتسحب من الفنت من الاورطه مره واحده والبلاد فيسل، فبيحصل ارتيريال ريكويل لكنها بتقفل. فدي نحسها على هيئه سكند بيك، بتبقى اقل في القوه. ده اشوفه فين؟ قال لك ان ده افضل مكان ليه، اللي هو مكان قريب من الهارت اللي هو الكاروتيد، يعبر عن البلسس بيسفيريس. الكلام ده مش سهل طبعا في الكلينيكال، مش سهل، محتاج خبره وحالات كتير عشان تقدر تحسه، ودي طبعا مش متوفره قوي الحمد لله. ما بقيناش يعني كميه الاورتيك ريجيرج والاورتيك دبل اورت ما بقتش زي الاول، فده كرم من عند ربنا، ما بقاش في روماتيك هارت ديزيز بالقدر اللي احنا كنا بنشوفه زمان، فده كرم. الحالات دي بقت فيري رير اللي انت تشوفها بالطريقه دي، تشوف فيها البالسس بسفيريس. تمام، نيجي للنقطه اللي بعد كده، بالسس الترنانس، قاعد يتنطط يتحول من الى. قال لك ده هو ريجولر، البالسس الترنانس ده ريجولر بالس. طب امال الترنيت في ايه؟ هو الالترنيشن ده يديك احساس ان هو الريجولر بالس، لا هو ريجولر، عشان كده انا كاتب اول حاجه ريجولر بالس. واحده قويه والثانيه ضعيف، او واحده نورمال والثانيه ضعيف، بلاش سترونج حتى، يبقى سترونج بيت فولو ذا باي ويك بيت. عاملين زي عم ايوب بتاع مسرحيه الجوكر، الراجل ده كان يمشي شويه ويريح شويه، اللي كان بيمشي جوه الجزمه الاول قبل ما يتحرك، لكن انا بمشي جوه الجزمه. اهو الهارت هنا فيلير، هارت فيلير، مش قادر يكونتراكت، فبيكونتراكت مره واللي بعدها بتبقى ضعيفه مش قادر، فبيحصل الترنيشن في الايه؟ في قوه البلس، مش في الوقت، في القوه. واحده قويه والثانيه ضعيفه. قال لك احسها فين؟ في الراديال. وايه بايسفنجنومانومتر؟ قال لك والله انا لو رفعت الضغط في الهارت فهيعدي الدقه القويه وما يعديش الدقه الضعيفه، فلو كان الهارت ريت 80 بعد ما اذنق له الهارت ما بين الايد ما بين السيستول والدايستول احس نص الدقات، احس كام؟ احس 40 دقه بس. امال الباقيين راحوا فين؟ الباقيين راحوا في الوباء، راحوا فين؟ راحوا مع الايه؟ الارتفاع علو الضغط اللي هو منع الويك بالس ان يتعدي عشان اقدر احسها في الراديال ارتري. اسمها ايه؟ بالسس الترنانس، واحده قويه واحده ضعيفه. في ناس تقول لك ده باثوجنومونيك للليفت فنتريكولار فيلير. تمام، بعد كده بالسس باي جيمينس. باي جيمينس يعني في حاجتين، ده مش سبيشال كاركتر، ده نوع من انواع الاريزميا، ان في بلصه طبيعيه ويعقبها اكسترا سيستولايه، سواء الاكسترا سيستولايه دي جايه من الاتريوم او جايه من الفنتريكل. ده يعني نوع من انواع الاكسترا سيستول، فريكوينت اكسترا سيستول، واحده طبيعيه وواحده اكتوبك فوساي بتطلع بلسيشن، ساعتها هيبقى
حاجه اسمها بالسس باي جيمينس، ودي تبان طبعا في الاي سي جي زي ما انتم شايفين. دي بتبقى نتيجه الديجيتاليس توكسيستي والهايبوكاليميا مايوكارديال انفاركشن. احسها فين؟ احسها في الريديال ارتري، ودي من انواع الماركت اريزميا برضو اللي اتلخبط لي مع ال اي اف، لاني بحس ما فيش 4 بيت مظبوطين مع بعض، لان دي فريكوينت اكسترا سيستول. عشان كده اي اي سي جي اي عيان عنده اريزميا، كل الكلام اللي احنا قلناه في الكلينيكال ده كويس قوي ما بين الفرق ما بين الاكسترا سيستول وال اي اف، ولكن يظل الاي سي جي هو جولدن ستاندر تو دايجنوز الاريزميا. يعني هنا احنا قلنا دي ممكن تمشي اي اف بالاكزامينشن، عملت اي سي جي لا طلعت حاجه ثانيه، طلعت اللي هو بالسس باي جيمينس. تمام، الفرق ما بينها ان هي ممكن طبعا البي موجوده، الكيو ار اس كومبلكس نورمال، طبعا الكلام ده موجود في الكورس بتاع الاي سي جي ان ديتيل. نيجي للنقطه يمكن من اهم النقط برضو في السبيشال كاركتر، بالسس بارادوكسيكس. يعني ايه بالسس بارادوكسيكس؟ ده انا بسميه دايما اكزاجيريشن اوف انورمال فينومينا. يا عم انت فهمتنا الاول يعني ايه النورمال فينومينا عشان تقول لنا ايه الاكزاجيريشن بتاعها. طب خلينا نقول التعريف ونبتدي نشرح مع بعض وتركزوا معايا، لان النقطه دي يعني فيها صعوبه شويه. بنقول ان بيحصل نقص في السيستوليك بلاد بريشر اثناء الانسبيريشن اكتر من 10. ايه ده؟ طب يعني اقل من 10 ده نورمال؟ ايوه، يعني هو بيحصل نورمالي اللي انا باخد نفس عادي الضغط بيقل شويه، بس حاجه مش ملحوظه. طب ما تفهمنا الميكانيزم بتاعها الاول. قال لك والله عيش الموقف وبص على الرسم. انا باخد نفس دلوقتي من الهواء النقي، بيحصل اكسبانشن مع الانسبيريشن اوف ذا لانج، بيحصل لانج اكسبانشن مع الانسبيريشن. طب ده يعمل ايه؟ هيخلي البلد اللي جاي من الهارت لللانج من البلمونري ارتري يخش جوه اللانج بكميه اكبر، ما هي اكسباند مور نيجاتيف بريشر ساكشن، فكميه دم اكتر فتقعد في اللانج. حلو. طب اللي رايح من اللانج عن طريق البلمونري فين للليفت فينتريكل يقل شويه. طيب اللي رايح للأورطة يقل شوي. طيب ما هو ده يخلي اللي فيه بلس ويك مع الانسبيريشن. طب وده ليه ما بيحصلش بوضوح قوي زي ما انت بتقول كده؟ قال لك اصل وانا باخد النفس الانسبيريشن والنيجاتيف بريشر بيزيد جوه الثوركس، الفينس ريترن برضه بيزق. يعني ايه بيزق؟ بيزيد فيزق طابور الدم اللي جاي من السوبيرو فينا كيفا والانفيرو فينا كيفا، فيزيد الهارت البلد اللي رايح للرايت سايد اوف ذا هارت، يزيد كميه الدم اللي رايحه للبلمونري ارتري، فيزيد كميه الدم اللي رايحه للليفت لانج او اللانج عموما، يزيد كميه الدم اللي راجع للهارت، فيزيد كميه الدم اللي خارجه من الاورطه، فبيحصل كومبنسيشن. يبقى في الانسبيريشن نورمالي بيحصل شويه دروب بسيط جدا غير محسوس. ايه اللي خلاه غير محسوس؟ لان مع ان اللنج بتاكوميديت مور اماونت اوف بلاد، الفينس ريتيرن بيحصل له زياده مع الانسبيريشن، فدي تعوض دي. شويه الدم اللي حبه وقعده في اللنج نتيجه النيجاتيف بريشر اتعوضوا بان احنا زودنا كميه الدم اللي راجع من السوبير والانفير والفينا كيفا، فده عوض ده، اكن شويه الدم دول زقوا اللي موجودين فخلوا الدنيا تمشي طبيعي. نقولها بقى بالطب. يقول لك نورمالي سيستوليك بلاد بريشر شو انديتكتبل تشينج ويز انسبيريشن، مينيمال ديكريز ويز انسبيريشن. حلو. ايه اللي بيحصل في الانسبيريشن؟ يقول لك اللنج اكسباند وبتاكوميديت انكريز فوليوم اوف بلاد. ده بيعمل ايه؟ بيديكريز الكاردياك اوتبوت، صح. طب ليه ما بيحصلش الديكريز ده فعلا؟ قال لك لان في كومبنسيشن اوف
increase venous return with inspiration. حلو جدا، يبقى احنا كده فهمنا ليه في الطبيعي ما بيحصلش. طب ليه بقى احنا جايين النهارده نقول ان هو بيحصل في امراض؟ قال لك اه انت عيش الموقف. لو حصل هارت فيلير، فالقلب مش قادر يتعامل مع الدم اللي خارج اللي جاي له من سبيرولينا كيفا. قال لك طب ما هتبع الكل. قال لك اه بس في بعض الامراض بقى ان لو القلب متحوط بصور حديد او القلب مخنوق بكميه فلويد كتيره، يعني بريكارديال افيوجن او كاردياك تامبوناد، ساعتها كميه الفينس ريتيرن اللي راجع سواء من السبيرو وفيرو فينا كيفا مش هيقدروا يملوا اللث الرايت سايد اوف ذا هارت، لان ما بقاش القلب عنده القدره ان يتسع اكتر من كده لانه مزنوق. اخوكم مزنوق، مزنوق في ايه؟ مزنوق في الفلويد او الكونستريكتيف بيريكاردايتس اللي حواليه. يبقى ده الايه؟ الميكانيزم بتاعت البلسس بارادوكسيكس. هتكزامن ازاي؟ بالسفيجنومانومتر هنشوف ازاي. يبقى الكوزس اهم حاجه نورمالي بتحصل اه ولكنها غير محسوسه، اقل من 10 ملم ميركري، نقص قليل جدا. ده ديورنج انسبيريشن. البريكارديا افيوجن والتامبوناد والكونستريكتيف بريكارديتس هي ما قال عشان كده، واحنا قايلينها عشان حته واحده بس، الكاردياك تامبوناد. كاردياك تامبوناد دي من الحاجات اللي بيبقى فيها بعض الاحيان صعب جدا التشخيص في الاول من غير ايكو، من غير ساعتها بيبقى احنا بنكلو، الكلو ليها هو البلسس بارادوكسيكس. تمام. وبيحصل برضو مع السي او بي دي والسيفير ازمه نفس الفكره. طب انا دلوقتي ازاي هديتكت؟ قال لك ده بنديتكت بالسفيجنومانومتر. ازاي؟ قال لك والله تو ميجر ذا بلسس بارادوكسيكس، البيشنت يبقى ريلاكسد سيمي ريكامبانت ريسبيريشن نورمال ريسبيريشن. من الحاجات الجميله قوي اللي انا كنت بدرس الموضوع ده دايما بقول اللي ايه وذ ديب انسبيريشن بيحصل البلسس بارادوكسيكس. دكتور عائشه ربنا يكرمها استاذتنا الجميله الكريمه قالت لي خد بالك هو بيحصل مع النورمال ريسبيريشن. لما رجعت كده ولقيت معظم الكتب المحترمه فعلا كاتبين مع النورمال ريسبيريشن مش ديب، نورمال انسبيريشن مش ديب انسبيريشن، فجزاها الله عننا كل خير. طيب يبقى احنا ازاي نقيسه بالسفيجنومانومتر؟ قال لك حاجه ان بلاد بريشر كاف هنلفها حوالين الار، هنرفعها 20 ملم ميركري اباف السيستوليك بريشر. يعني لو انا عارف ان السيستول بتاع الراجل ده 130 هرفع عند 150 واعمل ديفليشن سلولي لغايه اول ما اسمع اول دقه في قلبي بتسلم عليك، اول دقه اسمعها واثبت على كده، هلاقي ان البلس بيتحس البلسيشن دي تتحس مع الاكسبيريشن او تتسمع بقى سوري تتسمع مع الاكسبيريشن وتختفي مع الانسبيريشن. يعني انا في الحته اللي انا راسمها دي كده اللي هي ما بين هنا وهنا هي دي لو شايفين ده الانسبيريشن هتلاقي ان الضغط بيقل مع الانسبيريشن ويزيد مع الاكسبيريشن. فانا هثبت السفيجنومانومتر في المنطقه دي فلاقيني سمعت دقه ده مع النفس، وبعد كده ما اسمعش، ده ايه اللي حصل؟ ده مع الاكسبيريشن مع الانسبيريشن سوري. انسبيريشن العين بياخد نفس بيخرج نفس بسمع بسمع بسمع، ابتدى ياخد نفس انسبيريشن بيختفي الايه؟ البلسيشن اللي انا سامعها اللي هي المنطقه دي هي اللي بسمع فيها. انا بثبت الضغط عند النقطه دي او بثبت السفنجنومانومتر عند الحته دي اللي هي مثلا من 100 ضغط العيان ده 150 اهو، فبشوف اذا كان بثبتها في المنطقه دي الاقيني بحس او بسمع البلسيشن اللي بتبقى موجوده اثناء الاكسبيريشن بينما بتختفي في الانسبيريشن، اسمها بلسس بارادوكسيكس. ده بالنسبه للبلسس بارادوكسيكس. طيب او انا عارف ان الموضوع ده فعلا فيه صعوبه طبعا في الفهم والتخيل ومحتاج تسمعه مره واثنين وثلاثه، علشان كده المحاضره دي ان شاء الله هتبقى على اليوتيوب شانل وتسمعها مره واثنين الحتت دي وتعيد وتزيد، لانه فعلا من اول مره بيبقى فيها صعوبه شويه الحته بتاعت البلس بالرغم انها سو سيمبل ولكنها فيها
صعوبه وخصوصا في المنطقه بتاعت السبيشال كاركتر. لازم تكون فاهم كويس قوي ومتخيل ايه اللي بيحصل عشان تتنك فاكر، انك انت لو حفظتها النهارده هتنساها بكره على طول ويمكن قبل ما تنام النهارده. المهم في جزء اخر من البالسس بارادوكسيكاس بيقول لك ريفيرس بالسس بارادوكسيكاس. هو كان اللي بيحصل ايه في البالسس بارادوكسيكاس العادي؟ قال لك ان بيحصل اهو سيستوليك بلاد بريشر فول اوف سيستوليك بلاد بريشر مع الانسبيريشن، يبقى العكس بقى ان بيحصل هنا مع الريفيرس بالسس بارادوكسيكاس بيحصل انسبيراتوري مع الانسبيريشن يزيد السيستوليك بلاد بريشر. يبقى ده عكس اللي فات، اللي فات كان السيستوليك بيقل مع الانسبيريشن، هنا السيستوليك بيزيد مع الانسبيريشن. مش عايزين نخش برضو في العمق، هو مجرد السبب بس تفتكروا ان العيان ده تفكر دايما ان عنده هوكم اللي هو هايبرتروفيك اوبستراكتيف كارديو مايوباثي، ان الفنتريكل از تو ستيف تو فيل، مش قادر يملى بالبلد. حاجه تانية العيان على بوزيتيف بريشر فنتيليشن اللي هو عنده اللي هو مركب على بوست بريشر، يعني بندي له الهواء مش سبونتينيس، لا بالعافيه بنزق له الهواء في اللانج، ده بيبقى في الاي سي يو العيان فنتليت. تمام عشان ما ننساش، بس احنا بنتكلم على الكومنت على البلس. خلصنا ثلاث نقط اللي هم الريت والريزم والفوليوم والسبيشال كاركتر، خلصناها. فاحنا هنبتدي دلوقتي عن الايكواليتي اوف بوث سايد. يعني ايه الايكواليتي؟ يعني البلس هنا قد هنا، يعني ايه هنا قد هنا؟ هو ممكن يبقى هنا اكتر من هنا، يعني ممكن يبقى هنا 70 وهنا 80، يعني ممكن في الليفت راديال يبقى 70 وفي الرايت راديال يبقى 80، ده ينفع؟ لا طبعا ما ينفعش، احنا ما عندناش الا قلب واحد. هو دي والاستاذه شاديه قالت الكلام ده، قالت لك ايه؟ قالت لك ما اقدرش احب اثنين عشان ماليش قلبين، ولو كان ليا قلبين ساعتها كنت قدرت احب اثنين طبعا، بس كنت اقدر ان البلس في الليفت سايد ممكن يبقى مختلف عن الرايت سايد، وده ما بيحصلش. امال ايكواليتي في ايه؟ قال لك اه ده ايكواليتي في الفوليوم. ايه ده، هو ممكن يبقى الفوليوم هنا اضعف من هنا؟ اه قال لك ممكن. قال لك في بعض الديزيز بتؤدي ان البلس في ناحيه يبقى الفوليوم بتاعه مختلف عن الناحيه الثانيه، علشان كده يو ماست بالبيت البوث راديال ات ذا سيم تايم، زي ما انتم شايفين في الصوره كده. يبقى بنشوف راديال وراديال، بنشوف راديال وفيمورال فات ذا سيم تايم. هتلاقي في بعض الامراض زي الكواركتيشن اوف اورتا او في امبوليزم في الحته بتاعه البايفوركيشن في التيرمينال بارت اوف ذا اورتا سادل، زي حد زي الحصان زي بتاع الحصان اللي هو السادل اللي هو السرج بتاع الحصان، يبقى في امبوليزم قفلت فيحصل هنا ويكنس للبالسيشن في اللور ليمب، والابر ليمب يبقى نورمال. او كاروتيد على بوث سايد، واحنا اتفقنا ان الكاروتيد كان نوت اكزامند ات ذا سيم سايد ات ذا سيم تايم، نحس ده الاول وبعد كده نحس الثاني. زي ما انتم شايفين الراجل الجميل ده بيعمل ايفالويشن للبوث ارتيريال سايد راديال وراديال از ريجارد الفوليوم بتاع البلس في الناحيتين. ايه اللي يعمل ان ايكوال بلس؟ قال لك والله مشاكل جوه اليومن اوف ذا فيسل في الول اوف ذا فيسل او فروم اوتسايد ذا فيسل. اليومن طبعا الامبوليزم والثرومبوزس، حصل امبوليزم يعني جلطه اتنقلت من مكان او فورين بودي اتنقل من مكان او وات ايفر ايه اللي جه وجه سد الحته دي، فات امبوليزم مش عارف ايه مش عارف ايه وقفلت دي اسمها امبوليزم. امال الثرومبوزس دي كواجليشن بروسس حصلت في الحته دي نتيجة أثيروسكليروزس، نتيجة كومبريشن ميكانيكال، وات ايفر ايه اللي حصل، حصل اوكلودد بلاد فيسل او ناروينج اوف ذا بلاد فيسل، هيخلي لي الفوليوم مختلف ناحية عن ناحية. الوول قال لك ممكن يبقى في انيوريزم في الارش اوف اورتا، في ديسكتنج اورتيك انيوريزم، انيوريزم في الساب كليفيان ارتري على ناحية من ناحيتين زي ما قلنا في الماب بتاع الارتيريال
تري في الجسم كله او فروم اوتسايد البلاد فيسل وهو معدي من حته حد زقه حد كبس على نفسه زي ايه زي السيرفايكال ريب والليمف نود زي ما انتم شايفين كده ان البلاد فيسل خارج من تحت ريب من فوق ريب وفي كلافيكل وفي ماسل فساعات بيحصل له كومبريشن فتلاقي الناحيه دي البلس فوليوم بتاعها مختلف عن الناحيه الثانيه. البريفرال بلسيشن دي سادس نقطه في الكلام بريفرال بلسيشن. ايه البريفرال بلسيشن؟ مهم قوي ان احنا نيفالويت كل البريفرال بلسيشن علشان نشوف لو كان في ابسنت بريفرال بلسيشن في الحته ده نتيجه ديزيز في اللور لمب الدورسال سبيدس والبوستيرور تيبيال الابر لمب الراديال والبريكيال الفيس الفيشيال والسوبرفيشيال تيمبرال ارتري. طبعا ده احنا بنراجع ده احنا شفناه قبل كده ده البوستيرور تيبيال ارتري البوستيرور تيبيال ارتري دورسال سبيدس تكمله للانتيريور تيبيال. الدورسال سبيدس ده قصه لطيفه قوي. قال لك ايه اسباب ان يبقى العيان ده ما عندوش دورسال سبيدس مش محسوس؟ قال لك مبدئيا من 10 ل 15% نورمال بوبيليشن ما يتحسلهمش الدورسال سبيدس بيبقى بيخش جوه بدري فما حسوش مش موجود absent او embolization نتيجه infective endocarditis atrial fibrillation بعتت thrombus من الاتريوم وجت سدت تنها تمشي 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 في الارتيريال تري لغايه ما ادي حته اللي هي التيرمينال بارت او coarctation of aorta برضو يخلي الويك بالس ممكن ما حسوش ايديما اثيروسكليروزس مالتيبل ثرومبوزس كل الحاجات دي تعمل. بعض الحاجات الثانيه اللي رير شويه حاجه اسمها لاريش سيندروم ده اوكلوجن في البايفركيشن اوف اورتا او الالياكس البرجر ديزيز. هنفتكر بسرعه ايه هو لاريش سيندروم ده. لاريش ده اورتو الياك اوكلوزيف ديزيز المنطقه دي بيبقى فيها مشكله بيحصل اثيروسكليروزس العيان بيبقى عنده بور بلاد سبلاي يحصل كولوديكيشن بين لما يمشي عضلاته توجعه من رجليه فقط ولكن ايديه زي الفل امبوتنس وابسنت فيمورال بالسيشن. فطبعا ده لازم يبقى في بالكم وخصوصا في الاولد ايج. البرجر ديزيز ده رير ديزيز بيسموه لي اسم دلع اسمه ثرومبانجايتس اوبليترانس ده بيبقى في الميل والسموكر بيبقى في زي انفلاميشن للارتريز والفين في البريفري في السمول ارتريول والفينا سيستم يحصل ان يبقى انفليم ويحصل عنده جانجرين زي ما انتم شايفين في البريفرال بارت في التيرمينال بارت نتيجه بور بلاد سبلاي في السمول ارتري. برضو من الحاجات البريفرال التيمبرال ارتري ده برضو ما قلناهوش قبل كده يعني برضو فرصه اللي احنا نقوله ده بيبقى ان فرونت اوف ذا تريجس بيبلبيت بالشكل اللي انتم شايفينه ده زي ما انتم شايفين ده برانش من الاكسترنال كاروتيد ارتري بيعدي من قدام التريجس جاست اللي احنا بنحط ايدينا في الحته دي. ايه قيمته؟ ان هو بيبقى انكلودد في ديزيز مشهور اسمه التمبرال ارترايتس او جاينت سيل ارترايتس ده بيبقى فيه ماسل اوف ماستيكيشن ويكنس العيان ما يقدرش يمضغ الاكل بيحصل له كوليديكيشن بين يجي ياكل يحصل له الم نتيجه البور بلاد سبلاي للماسل اوف ماستيكيشن ده بيبقى في الاولد ايج وبيبقى فيه ثيكنينج في البلاد فيسل ممكن يتحس بايدك. اخر حاجه الكونديشن اوف امبتي فيسل وول احنا بنفكر في ايه؟ احنا بنشوف العيان ده اثيروسكليروتيك ولا لا؟ طب هو هيبان ازاي؟ هو انا هاخد بايوبسي؟ قال لك لا دي حاجه يعني طريقه سيمبلي كده اللي انا بشوف بحس الارتري ولكن مش الارتري المليان دم لان الارتري المليان دم هحسه ككورد ممكن لا ده انا افضي الدم اللي فيه. طب انا افضي الدم ازاي؟ انت بتتكلم ازاي؟ قال لك اللي انا بالثري فينجر اللي انا حطيتهم بوسع الدم او بفضي الدم بتو فينجر البعاد اللي هو الاندكس والرينج فينجر واحس بالميدل فينجر في الوسط. لو حسيت الامبتي فيسل وول على هيئه كورد لايك ستراكشر زي حبل بقول له عنده اليمنت اوف اثيروسكليروزس ده جود بوزيتيف ولكنه فولس نيجاتيف. يعني لو ما لقيتش في الراديال ارتري اثيروسكليروز مش معنى كده ان الكوروناري سليم لا ممكن يبقى الكوروناري بايظ ولكنها جود بوزيتيف. يعني ايه جود بوزيتيف؟ لو حسيت ان هو كورد لايك ستراكشر اقول العيان ده يبقى عنده احتمال كبير كوروناري اثيروسكليروزس او سيريبرال اثيروسكليروزس.
احنا قلنا النهاردة احنا اتكلمنا على نقطة مهمة جدا اللي هي البلس. البلس ده one of the most important question in internal medicine, most important in practice. ممكن يبقى امتحان كامل ويبقى satisfied جدا الاكزامينر وخارج مقيم الطالب تقييم كامل, سواء بكالوريوس او سنة او ماجستير او دكتوراه. حتى البلس very important, لازم تكون يعني لو عندك موضوع واحد عايز تذاكره في البطنة كله في الكلينيكال اكزامينيشن, اعتقد ان تذاكر لي البلس. موضوع سهل شكلا, صعب حقيقة, ابعاده كتيرة جدا, محتاج تخيل كويس قوي, محتاج باك جراوند قوي في الانترنال ميديسن عشان تقدر تجاوب على الاسئله اللي ليها علاقه بيه. انا مش عايز اطول عليكم, انا طبعا طولت خلاص, مش عايز. وان شاء الله احنا دلوقتي هنبتدي نفتح الايه المجال للاسئله مع حضراتكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. المحاضره دي موجوده في اليوتيوب شانل وفي صفحه الايجل, الايجل ايجيبشن اكاديمي فور جاسترونترولوجي ليرنينج اند ايفالويشن. دي هتبقى موجودة إن شاء الله, ومعها يعني more than 100 lecture في مختلف فروع الطب, mainly gastroenterology. إن شاء الله أنا مستني أسئلتكم تحت أمركم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.